في أحد الغابات المعزولة حصلت جرائم قتل على إيد سفاح مشوه، وهو عبارة عن شاب بائس كل الناس كانوا بيضايقوه وما قدرش يستحمل الإهانة، حتى أبوه ساب أمه وهرب. والشاب ده اسمه تومي وتربى على الغضب والكراهية وقتل أكتر من 50 واحد في الغابة، والكلام ده حصل من 25 سنة، واتقبض عليه وهو دلوقتي في سجن في مصحة نفسية وعقلية. وبيوصل الدكتور النفسي المعالج لتومي اسمه لويس، وفيليكس الحارس متخصص في تعذيب تومي كل يوم، وده طبعا بأمر من الدكتور لويس عشان يخلوا تومي يتكلم، وبقالهم معاه 25 سنة ومش عارفين يعالجوه. وفكر الدكتور لويس وسهلها على تومي واداله ورقة وقلم عشان يحاول يكتب بدل ما يتكلم، وتومي كتب جملة جرائم القتل في المعسكر، وتومي كل حاجة جواه بتخليه يفكر انه يقضي على الناس كلها لان الناس هم اكتر حاجة اذيته. زهق الدكتور لويس وسابه ومشي، وامر فيليكس بتعذيب تومي اكتر واكتر لحد ما يتكلم او يصرخ حتى. ولكن تومي بالقلم قتل فيليكس وانتقم من تعذيبه ليه لمدة 25 سنة، وخد منه المفاتيح عشان يهرب من السجن من المستشفى. وما يعرفش تومي اي مكان يروحه طبعا غير الغابة اللي اصبحت امنة بعد ما تم القبض عليه زمان، ولكن دلوقتي الغابة لن تكون امنة، والسفاح ما بيحبش ان اي حد يشوف وجهه المشوه، وهيدور على قناع وسكينة كبيرة عشان يقتل اي حد يدخل للغابة. والدكتور لويس في مكتبه جات له مكالمة بخصوص مقتل الحارس فيليكس، واتضايق جدا ان تومي السفاح هرب، ولويس ما عندوش حل غير انه يخبي خبر هروب السفاح عشان الناس ما تقلقش، ولو الشرطة عرفت هيقبضوا على الدكتور لويس. وظهرت له فجأة الصحفية سارة، وهي عارفة انه الدكتور المعالج لتومي وعايزة تعرف منه معلومات اكتر عشان تكتب كتاب عن السفاح وتكسب فلوس، ورفض انه يتعاون معاها، وهتضطر انها تراقبه وتعرف معلومات اكتر. والغابة الهادية الجميلة دي هي واحدة من المناطق اللي بيجي لها سياح كتير عشان يستكشفوها لانها كبيرة جدا ويستمتعوا بجمالها. وفيه راجل ومراته الحامل دخلوا للغابة، والراجل هيسيب مراته لانه هيدور على حمام، وطلب منها انها تكمل ماشي وهو هيحصلها، والراجل هيعمل فيها مقلب وهيتنقل في قناع وزي خاص بالسفاحين، والسفاح شايفه وفرحان بسبب القناع والزي. والست ماشية حست بحركة حواليها، وفجأة من وراها ظهر جوزها اللي خوفها، واتضايقت جدا وسابته لوحده ومشيت، وهو عمال بيضحك ولسه هيروح هيصالحها، ولكن السفاح ظهر وقتله وخد منه القناع وكمان زي السفاح. وتومي عاد من جديد لغابته المفضلة، والست ماشية لقيت السفاح ومهتمت لانه اكيد جوزها، ولكن السفاح اصابها وجريت بسرعة. وتومي عارف الغابة دي كويس جدا لانه اتولد فيها وحاصرها وقتلها زي جوزها، ومستعد انه يقابل المزيد من البشر. وفيه 5 شباب في الغابة عاملين حفلة تخييم عشان بيحتفلوا بتجمعهم من تاني بعد سنين، وهم لسه هيبقوا 7 لانهم مستنيين صديقتهم روكسي وكمان جوزها تشاك، وخلاص هما الاتنين قربوا انهم يوصلوا. وروكسي هي بطلة مصارعة نسائية، وتشاك هو مدير اعمالها وجوزها ومعاه كل فلوسها، والاتنين بيحبوا بعض، ولكن تشاك مش مبسوط بذهابهم للغابة لان احساسه مش مطمنه ورايح بس عشان مراته ما تزعلش. والدكتور لويس هيحتاج مساعدة لقتل السفاح تومي، فكلم سفاح تاني واسمه سام، واتفق معاه انه مش عايز السفاح تومي حي، ولازم السفاح سام يقتل، وهيديله لويس كل الفلوس اللي عايزها لما يخلص المهمة. ولويس وسام لازم يقضوا على السفاح تومي بأسرع وقت لانهم خايفين انه يقتل الناس في الغابة، وسام مش خايف بالعكس، ده متحمس جدا انه يصطاد سفاح زيه. وانجيلا وصديقتها كارلا مستغربين من تأخر روكسي، ولكنهم لقوها فجأة وصلت وكلهم فرحانين ومستنين الحفلة السعيدة اللي هيعملوها، ومتحمسين للأوقات الجميلة اللي مستنياهم، وبقالهم سنين ما شافوش بعض وهيستمتعوا في الغابة دي على الآخر. We'll be right back.
والسفاح خلع وجه الراجل اللي قتله هو ومراته في الاول، وعمل قناع من وجهه ولبسه تحت قناع السفاح، ومراقب الشباب عشان يحتفل معاهم بس على طريقته. وكارلا وانجيلا راحوا يستكشفوا الغابة اللي من ساعة جرائم القتل اللي حصلت وهي ما بقاش فيها حد. اهل القرية كلهم بقوا يخافوا انهم يسكنوا في الغابة، حتى كابينة التليفونات مش شغالة، والمستشفى كمان اصبحت مهجورة، وهم فعلا هنا في مكان معزول بالكامل. والسفاح مراقبهم خطوة بخطوة، وقدرت سارة انها تفتش في غرفة الدكتور لويس، وعرفت ان السفاح تومي هرب ولويس مخبي الخبر عشان الناس ما تخافش، وكمان لويس خايف من الشرطة لو عرفت لانها تحبسه. ولازم سارة دلوقتي انها تروح للغابة وتدور على السفاح بنفسها وتقبض عليه، وبالتالي هتكسب فلوس اكتر واكتر. ولويس راح يشرب مشروباته في مكانه المفضل، وفجأة لها حارس الغابة اللي اسمه جو، وهو الشخص الوحيد اللي نجا من جرائم قتل السفاح تومي، واستخبى لما كان صغير لحد ما الشرطة وصلت وقبضت على السفاح. ومن ساعتها جو ما شافش اي حاجة وحشة في الغابة خالص، وكلمه لويس اكتر وضحك عليه وقال له ان تومي محبوس في سجن مشدد ومش هيخرج منه ابدا الا لما يموت. وقال لويس انه بيحاول يعمل كتاب عن السفاح وعايز معلومات اكتر من الحارس جو. وجو قال له ان ام السفاح لسه عايشة، ولو راح دكتور لويس وكلمها هيعرف منها معلومات اكتر، وهي حبسة نفسها في بيتها بسبب الناس اللي بيضايقوها بسبب جرائم ابنها، والصبح الحارس جو هياخد الدكتور لويس لمكانها. والليل حل، وكوري متضايق جدا ان روكسي اتجوزت تشاك، لانه هو اللي بيحبها، واكيد جوازهم ده هو مجرد جواز مصلحة. والسفاح بيدور على ناس تانية يقتلهم الاول، لان كده كده السبع شباب دول لسه قاعدين في الغابة لفترة طويلة. والصبح فيه راجل مهتم بالبحث عن الطيور النادرة في الغابة، ومعاه مراته اللي مش مهتمة. ولكن فجأة السفاح ظهر وقتله، ومرات الراجل حاولت تجري وتستخبى، ولكن السفاح ظهر وقتلها هي كمان. ووصل الحارس جو لويس لبيت ام السفاح وحذره لانها ممكن يكون معها سلاح لتخويف الناس اللي بيضايقوها، وجو مش هيروح مع لويس وسابه ومشي. وخبط لويس على الباب وطلب منها انها تفتح، لان هو الدكتور المعالج لابنها، وابنها تومي هرب ومحتاجين مساعدتها، والام حزينة على اللي حصل لابنها، والناس اللي كانوا بيضايقوه بسبب تشوهه هم اللي حولوه لسفاح. ولويس هياخد ام السفاح للغابة عشان تحاول هي توقف السفاح عن قتل البشر، ووعدها لويس وكذب عليها وقال انهم مش هيأذوه، واضطرت انها توافق لانقاذ ابنها. والسفاح تومي مراقب الشباب والغابة ومستني ناس جديدة تظهر، ولما نامت شاك سابته روكسي عشان تقابل حبيبها كوري، لان ده الحب الحقيقي، وفعلا جوازها بتشاك هو مجرد جواز مصلحة. واتفق كوري مع روكسي انهم يقتلوا تشاك، وهيزقوه في البحر وهيقع ويموت، وهتبان انها مجرد حادثة، وبعد كده هما الاتنين هيعيشوا مع بعض بسعادة. ووافقت روكسي على الخطة. والحارس جو بيراقب الغابة وشاف السفاح تومي قدامه، ونزل جو عشان يتأكد انه شافه بجد، ولكن لقى السفاح اختفى. وتومي فاكر جو رغم مرور 25 سنة على نجاة جو من جرائم القتل، وجو معاه سلاح وهدد تومي انه لازم يظهر، ولكن جو ملقاش حاجة وركب عربيته عشان يمشي. ولكن السفاح ظهر ومن وراه بعد ما عمله فخ قتله. وبتوصل عربية السفاح سام للغابة، والمهمة المعروفة انه يقتل السفاح تومي، وهيتتبع سام اثار الدم اللي هيلاقيها في الغابة، وبمسدسه هيخلص على السفاح العجوز تومي. ولقى دم المستكشف ومراته، وعرف ان السفاح قريب جدا منه، والشباب هيروحوا للبحيرة وهيحتفلوا هناك. ولكن روكسي على حسب خطتها مع كوري هتروح تتمشى هي وتشاك، والشباب مهتموش برضو ان كوري مش هيروح معاهم وهو تعبان وهيستنى في الخيمة. بس
السفاح فرح انهم انقسموا عشان يعرف يصطادهم صح، وواحد من الشباب نسي حاجة في الخيمة وهيسيبهم وهيرجع للخيمة. ووصلت روكسي وتشاك للبحر، وكوري مرايبهم وهيتنكر عشان تشاك ما يعرفوش، وروكسي مضى ليلة تشاك وهتساعد كوري. ولما رجع الشاب للخيمة لقى السفاح، واستغرب لما لقاه بيفتش في الخيمة، وافتكر ان الراجل ده مجرد حرامي. ولما قرب على السفاح السفاح قتله، وبكده مش باقي غير ست شباب وبس. وتشاك مع روكسي شاف كوري مقرب عليه، ودارت خناقة بينهم، ولكن خلع كوري القناع وطلب من تشاك انه يطلق روكسي لاما هيقتله. وما اهتمش تشاك بالكلام بسبب السفاح اللي ظهر، وطلب من كوري انه يبص وراه الاول. وافتكر كوري ان السفاح هو مجرد مقلب من احد الاصدقاء وعمال بيغلط فيه، والسفاح قتله. وهرب تشاك وروكسي بسرعة، واستغلوا انشغال السفاح بقتل كوري. والسفاح ما اهتمش لانهم مش هيهربوا منه للابد، وهيطاردهم كلهم وهيقتلهم. ووصل تشاك وروكسي لمكان عشان يحاولوا يستخبوا، ولقوا الدكتور لويس وصل مع ام السفاح وقالوا له على ايه اللي السفاح عمله في كوري، وهم لازم يستخبوا في المستشفى اللي في الغابة، وهيفكروا في طريقة لاصطياد السفاح. وهم كلهم اتأخروا لان السفاح قتل ناس كتير. والسفاح في الغابة لقى السفاح سام اللي المفروض انه هيقتله، وسام استسهل السفاح تومي وشايفه مجرد راجل عجوز ضعيف ومش هيحتاج مسدس عشان يقتله، وهيستخدم سكينته الصغيرة وهيحارب بيها السفاح بسكينته الكبيرة. وطبعا فشل سام والسفاح قتله بكل سهولة لانه عنده خبرة. ووصل لويس والباقيين للمستشفى، ولسه فيه اصدقاء تشاك وروكسي في الغابة ولازم يروحوا لهم عشان ينقذوهم من السفاح. ولويس وتشاك هيروحوا يعملوا كده وهيسيبوا ام السفاح مع روكسي. وتشاك ولويس ماشيين ومهمتهم هي قتل السفاح لو قدروا، وفجأة لقوا سارة ظهرت وهددتهم بالسلاح ولازم ياخدوها المكان تومي عشان تقبض عليه. وحاول يكلمها عن خطورة السفاح ولكنها ما اهتمتش، والسفاح ظهر لها بدل ما تتعب نفسها وتدور عليه، وطلبت منه انه يرمي سكينته وسمع الكلام، وفرحت جدا لانها لاول مرة بتشوفه بجد. وحاولت تشيل القناع وتشوف وجه السفاح الحقيقي، وترعبت طبعا وقتلها. ولويس وتشاك هربوا بسرعة، والشباب لاحظوا اختفاء صديقهم اللي المفروض انه هيجيب حاجة. ولما رجعوا للخيمة لقوا السفاح اللي قدر انه يقتل منهم اتنين، وقدرت انجيلا انها تهرب منه وتستخبى. ومهمة انجيلا هي الخروج من الغابة وابلاغ الشرطة فورا لانقاذ باقي اصدقائها. وثابت شاك الدكتور لويس ورجع للمستشفى عشان يطمن على روكسي. والسفاح ظهر ومش هيقدر يقتلهم لانه لقى امه معاهم، وفرح السفاح جدا لانه شاف امه بعد 25 سنة سجن وتعذيب، وخدها ومشي وساب روكسي وتشاك. وعربية رئيس الشرطة بتراقب الغابة لانه كلم الحارس جو ومردش عليه، وده طبعا لان السفاح قتله. ولقى انجيلا قدامه وقالت له على السفاح، ورئيس الشرطة محضر نفسه ومجهز سلاحه لقتل السفاح. وتومي خد امه للمزرعة اللي كان بيلعب فيها لوحده زمان لما كان صغير، وساب سكينته وخلع قناعه وبيعيط بسبب التعذيب اللي كانوا بيعذبوه ليه في المستشفى. والدكتور لويس ظهر وبسلاحه ثبتهم، وام السفاح حاولت تدافع عن ابنها. ولويس قال انه هيعالجه مش هيعذبه او يقتله، ولكن اكتشفت ان لويس كان بيكذب عليها وقتلها. والسفاح بيعيط على موت امه، ولويس قتله هو كمان جنبها، وخرج من المخزن فرحان وساب سلاحه ومعه سكينة السفاح، وهيخفي كل اثار الجرائم اللي عملها عشان الشرطة ما تسجنش لويس. وقابل تشاك وروكسي وقتل روكسي، وهيقتل كمان تشاك لان لويس مش عايز يكون فيه اي شهود شافوا السفاح جرايمه. ولكن السفاح ظهر وهو ما ماتش، وجري تشاك بسرعة بعد ما السفاح قتل الدكتور لويس. وكده بيكون السفاح انتقم لأمه، والسفاح خد السكينة وهيطرد تشاك. وتشاك وصل للبحيرة ونادى على السفاح وهيحاول يغرقه ويقتله، وده الحل الوحيد. ورئيس الشرطة وانجيلا وصله، والمهمة صعبة لان اي رصاصة غلط ممكن تقتل تشاك بدل السفاح، وهما الاتنين في المية. ولكن تصويب رئيس الشرطة كان دقيق وقدر انه يقتل السفاح وانقذ تشاك. وبتكون انجيلا وتشاك هم اخر من تبقوا احياء في الغابة المرعبة. ورئيس الشرطة لقى جثة السفاح اختفت، وهيكلم باقي رجال الشرطة وهيدوروا عليها، ومشي مع انجيلا وتشاك. ولكن
السفاح لسه حي وهو هيفضل في الغابة مختبئ، وطبعا اي حد هيدخلها هيقتله. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، وفي الوصف تحت الفيديو هسيب لكم روابط لمزيد من الافلام.